جيو مع زوجي هاني اكيد الفكره ديما مطروحه، غير كيف ما سبق وقلت كنستناو مناسبه معينه او موضوع اللي يكون ما تغناش من قبل من طرف فنانين اللي غناو جيو، شي حاجه هكذا جديده. كنبغيش نعلق على هادشي، بالنسبه لي هي تفاهات يعني، وكل الاشياء الخاصه بحياتي الشخصيه ما كنبغيش نعلنها حفاظا على خصوصيتي. في الاخير حنا بشر ودائما عندنا واحد الحيز من الخصوصيه اللي كنبغيو نحتفظوا به لنفسنا. اي حاجه وصلت لها لبلادنا او ولاد بلادنا كنفرحوا بها، ومادام شفنا المنتخب غيمشي لروسيا اكيد احنا فخورين به وطامحين ان شاء الله للاكثر والاكثر. كل متتبعين فبراير، والفبراير شخصيا كنقول لكم سنه سعيده ان شاء الله بكل ما تمنيتوه بالجديد وبالمزيد من النجاحات والتالق.